وزيرك الدين تيو قافته دولد الفدرال كالصومالية شيخ مختار رو علي أو منصور أيام مانتا وحاو تقي مساجد كمرواز إدق مدح مرويني إقوال كبنادر وحاو نقلح اللي بقلال كمده ضدكي جميد وقيدة صلاة الجمعها وحاو نشيقي إلو باهن يهي إن قف والبا أو كمده شعب كالصومالية وقات قرقيسا لنضغ الله كوحد قواريتي على الشباب وحا او سوقاتي اريا ضدك اي دهيين مقتار مدبال با وحا او يميد مسجدك والا ديلي دونا اساقونا شاقي ان نفتو اي لاذهي اجل لو نبا هنياي ان قف والبا حل جيسا او ديمان ايو حلنا ان لو قدرين سيدو هذا الكوديك شيخ مقتار تاس او هذا الحقيقة شيخ مقتار رو علي او منصور اي وحا او شاقي ان لو با هنياي ان هلمي اللوغسو وذي جستو كحاها قوارجتا وحقلو تلمامي او شاقي محي قلب سيدين بو يري قبر دي يريد خوية ديد لغسو دول قادي ايادو ميدا حدنا اي تهي رجلاان امسا بو يري قلن كي هوري اي سبتي دي ساقالي لباتن كي اكتوبر خوية لها قلن كي دنبانا خوية لان نقضي امسا ايا آبال لها او قلن كي دنبانا اقون تووي وحقلو تلمامي امسا ايا اصاي لو ساري وكان شيخ مختار او هلايا وينو شيغو وسانقرسن قف كنو عاس ان واجب كيسو وين لديلو ومد لغا دحيو اخواني في الله ضد بدن هذا وحي ليا بين ان مسجد كان هذا سو غلي وحي ليا وركن مدبالا والدلايا محمد ايش سو جليي اعتقد ان الاجال بيد الله لا بيد البشر اجش الهي راحيه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا نفنا يدا وقتي لا غارين ما ديمانيس وحن ليا dadka noocaas ah aan u wada midowno aan iska dhicino aan diidno dulmigooda imisa caruura oo sabtigii gelinka hore aabba lahaa oo maanta aan aabba lahayn imisa hooyo lahaa maalinkaas gelinkii hore sabtigii aan maanta hooyo lahayn imisa biil haystay oo maanta haysan imisa oo meherada shaqalaha oo u furnayd oo maanta laga burburiyo laga baabiyay war dadka saas u dhaqmay waxaan arkayay gabar yar oo la leeyahay ehelkeedii cidii aragtay soo sheegto hooyadeedu waa dhimatay la leeyahay war man xariisa madiina maqliya madadnima agee laga keenay tan waani fillahi waan hawa inaan ku eliyo waaska dhacnayna aniga manka waaska alinayna waxaan runtii aad u bogaadinaya umada Soomaaliyeed ee fahantay ee hubku war warsatay ee iska dhicin bilowday meelo badan waa looga adkaaday hiiraan baa laga saaray masjid ee gudaha ugu dambeeyo hada laga saaray meelo badan waa laga saaraya waa waxa laga yaabaa inay dhahan war masjidkan marwaasay kula joogaan ee maxaad meel fog u sheegaysa war waa dhumanayaan haday joogaan waa ka saaha soo istaageen waa joogna hadheen hadii kale anaga joogna meesha dawladda joogto amniga joogo waa laga tali waa loo talinaya xaqiiqdu sidaas weeyaan meel oo hadda ka reeban maamulka iyo dawladdu ma jiro masajida wa anna al masajida lillahi ilahi ba iskale bal ka warama qofka qof rukuucsan iyo qof sujuudsan uu ka fakan waay يا عبد القادر قعمي رحمة الله عليه استغوا مسجد جوغو ركوع سن ايا ركوع لغو دلي ورن ركوع سن نن دلي محوية بريقا سان شاقية مسلم تكنا يو مسجد لغو دلو ابو لؤلو المجوسي با صوب الله بي مجوس بوها قال بوها عمر بو دلي عمر نشهيد المحراب بوها ساسو يا عبد القادر رحمة الله عليه مارك وحان لا يهي آن نمكاس آن مميدونو آن اسكاد عنو هلا صور شاقو قفكي لغا شاكي يبا الله soo sheego qolada amniga qoloyinka amniga idin dhawu sheega insha Allah waa laga adkaanaya nabiga balan qaaday khawaarijtu waa laga adkaanaya gulkan waa laga nadiifinaya Soomaaliya xurbay noqonaysa
ويكسر متبحي صاح براري برواغي نجاري صاح بإذن الله تعالى وركو وان بديي انت سان ليه تبي قال لي هذا مسجد كدد بدن او كجري وحا لغا يابا اني دهن مختار هذا سو غلي كل بام 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 ييري دوره كفغو وحا ما ييري ان شاء الله ومن ييرا يعني حبسد هورت قلبينا كسارا إلهي أم باقفك ديلي كارو عجاشي سوء لمن عياه أغادا مسجد نغرهي بانو مجيرو مسلم كان لتوكان دورنا و لتشن دورنا و إن شاء الله تعالى لشقين دورنا وحان ديارونا هاي وحوال بقو خيرا ومد إنان إن شاء الله تعالى عام كلا لح جرنو أيان هجينين وحان كسو قبا قبين إياه مسجد كان مرواتا أنا يقول مختارهان راد قوني أو يقول لي هاي isagoon la dhisin oo masjid yariis oo waliba lagu daadegayo hoos lagu soo daadegayo god amala oo geed moogi barmi oo hageeda ku yaalay maya waa ya waa hageedkaas ha geed ba ku yaalay ha marka ayaan ku soo tukaday anoo dhalinyaro markii la dhisaayaan joogay la furaayay baan joogay raad kale waa igu leeyahay oo allah u naxriistay sharif ahmedey sharif sharifo ayaa riyadu salihiin ki ugu horeeyay meeshaan igu akhriyay riyadu salihiin markii ugu horeeyay oo akhristo masjidkaana lagu akhriyay sharif ku wadintay lagu yiri rahmatullahi alayhi sharif sharif oo safkan hore ku tukanayaan joogi jiray oo arday ku ahaay oo meeshaan joogay sheekh maxamed haadi oo imaam meeshaan ka hoos tujinayo ayaan joogi jiray sheekhu ma nool yahay mise ma yaafay tankii dagaalkii kadib meel uu aaday garan maayo waa la sheego wax yaro tabasha ah jirto waxaan leeyahay insha allahu taala maamulka masjidka iyo ehelkiisa dhamaan hawshaasna si fudud oo dhow ayaan u gabagabeynaynaa biidhnillaahi tacaala wasaaraddu ay geli doontaa waxaan leeyahay laa tadlimuuna walaa tudlamuun wajazaakum allahu khayr sheekh mukhtaar ruux cali aw mansuur ayaa si adag ula hadlay kooxaha qawaarinta waxa uuna sheegay in goob walba uu tegi doono meel walba uu fagaaraana uu kula hadli doono maleeshiyada argagixisada al-shabaabna ay tahay waajib in meel looga soo wada jeesto fadlan muuqaalkan la gray si uu dad badan u gaaro mahadsanid.